اللقطات، فقط اللقطة الأولى لأي لاعب بديل في المباراة، تمريرة صحيحة، حارس المرمى تصدي بشكل إيجابي، وما أروع أن يأتي اللاعب بهدف في أول لمسة، يعني الكثير جدا لمجرى المباراة. النمري في محاولة أمامنا، تسديدة، يا الله يا الله يا سلطان، يا نمري أحد نمور الاتحاد، ولكن في هذه المباراة بلقطة من أجمل ما يكون يحرز الهدف الثاني بلقطة جميلة. يا دوب قبل لحظة من الآن نتحدث عن الهدف، يعني الكثير للاعب، رد علينا كأنه يسمع الجزيرة مباشرة، سلطان النمري بيان بالعمل، رد علينا بهدف من أجمل ما يكون، هدف سيبقى خالدا لهذه المدينة، أحد براويز هذه المدينة. حارس المرمى، حراس الكونغو كلها، الكونغو كلها تأتي تقف في المرمى، لا تصد مثل هذه الكرات التي لا تصد.